المؤجل الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي الانوي لكرة القدم. الدوري المغربي يتواصل والتنافس على أشوده بين مجموعة من النوادي لاحتلال مراكز الرياضة. اليوم الوضعية تختلف، مباراة تجمع فريق يتطلع كما يلعاد على مدار عقود للتنافس على الدروع، على الألقاب، على البطولات، الوداد الرياضي ومضيف نادي اتحاد طنجة الذي يعيش وضعية صعبة وصعبة. تنطلق المباراة يا سادة بين اتحاد طنجة والوداد الرياضي. سنتقرب من مستوى اللاعبين لممكن الضغط العالي من بديع عوك، محاولة استخلاص الكرة لكن عودة موفقة مهمة جدا، كرة للأمام وتغطية من دفاع اتحاد طنجة، محاولة التسديد تتحول من جديد لاتحاد. فليمن بديع يلعب بديع نعو سومبو لكن التغطية من دفاع اتحاد طنجة من الطرف الأيمن لبديع عوك. بديع للأمام ممتازة جدا وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان للوداد الرياضي. هجمة ممتازة بديع عوك لرضا الجعدي. رضا كان بإمكانه أن يضع الهدف الأول في هذه المباراة باستلام للكرة بشكل ممتاز. طرف الأيسر ونجم يبحث عن الدعم، جاله في القائمة الثاني سومبو. هذا سومبو من اللاعبين فنيا ما نخش محدود، لعب عادي لكن كمهاجم صريح كفاءته عالية. هذا اللاعب كفاءته عالية سومبو. الوداد دائما ما ينتدي بلاعبين مهاجمين. خطورة لاتحاد طنجة بلمسة من الطرف الأيمن لكن تتجاوز خط المرمى لمصلحة الوداد. اتحاد طنجة إبعاد خاطئ للكرة الماضية وتدخل الحارس أحمد رضا تكناوتي يتدخل أمام تشاباو. كرة تلعب إلى الحارس رضا تكناوتي تعود مجددا. حسوني لمسات وإبداعات وفنيات وأيمن أيمن بلمسة ساحرة. أيمن يمر أيمن يمر 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 ويسدد لكن كرة في تماس لمصلحة الوداد الرياضي. مباراة إيقاع عادي جدا مع انطلاقتها في ربع ساعة الأولى. رضا الجعدي والخطأ لمصلحة الوداد. بديع في منطقة الجزاء وكان بالإمكان وأن يكون الهدف مرة أخرى. محمد ونجام يندب حظه يقول كيف لي وأن وضيع كرة مثل هذه. كرة ونجام الكرة لم تتجاوز خط المرمى. العملود من الطرف الأيمن في منطقة الجزاء نحو بولي جونيور. راي مرفوعة راي مرفوعة وهدف مرفوض للوداد في الدقيقة 16 من الجولة الأولى من هذه المباراة. لمسة وراي مرفوعة وهدف مرفوض لنادي من جديد. بديع عوك عنده الدعم العملود لعبها في منطقة الجزاء لكن بعيدة على بولي، بعيدة عن السوبر الأفريقية. هذه المباراة اللي لعبها في هذا الموسم 2022-2023 بولي جوان. إيصالة لمرمى أحمد رضا تكناوتي بالراس من أتشباو ما شدش في الكرة بالشكل يخليه يوصل لمرمى الحارس أحمد رضا تكناوتي. ضاعت فرصة لاتحاد طنجة مرة أخرى. الكرة تتبيزة لمسة بلمسة لبديع. بديع يا بديع لمساتك يا بديع. كرة تسدد من رضا. رضا والكرة تمر 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 والفرصة تضيع للوداد. بديع وقام بالعلي في الكرة الماضية. بديع بديع رضا نحو أحمد رضا. رضا تكناوتي يلعب كرة للأمام يبعد الخطر بشكل كلي عن مرمى. كرة للأمام 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 بلمسة للأمام لكن في غيبة تركيز كرة مرة من رضا الجعدي. رضا الجعدي يغيب عنه القرار السليم في هذه اليسرى لاتحاد طنجة لكن أقرب مرة أخرى للحارس أحمد رضا تكناوتي نحو رضا الجعدي لكن التغطية حاضرة. بوكسير يلعب البدر الدين بن عاشور. إصابة في العز وفي عدد من الأكاديير وفي عدد من الملاعب التي نراهن عليها لكي نحتضن. الطنجاوي مر 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 التدخل في الأولى وفي الثانية وحسين بن عيادة في الثالثة يبعد الخطر نحو بولي جونيور لرحماوي. الفرصة متواصلة وبدر الدين بن عاشور يضع حدا لخطورة فرصة ودادية. بدر الدين بن عاشور جعدي فاعل كبير للاتحاد. كرة شباو خروج مرة أخرى للحارس أحمد رضا تكناوتي ليقوم بدور ليبرو مدافع متأخر. بلمسة لرقم 16 محمود القيسومي. قيسومي استخلاص الكرة من دون خطأ تتحول من جديد من العملود. العملود عنده المساحة للتقدم يبحث عن بديع عوك. بديع مشت كرة من جاليسرا خريف خريف يمر 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 يمر
والوضع كان صعب للوداد في الكرة الماضية. الاتحاد كان مقدور بإمكانه الوصول للمرمى عبر اسماعيل. اسماعيل شوف العمل عددية بوكسير بلمسة للطرف الأيمن. المراوغة الأولى والثانية والتسديدة تتحول ضربة ساوية لاتحاد طنجة. يمارس حقه في الوصول وفي التهديد. سيبحث عن اللمسة في المرمى بالرأس، لكن تدخل دفاع اتحاد طنجة وتضيع الفرصة للوداد الرياضي. كان بالإمكان أن تكون واحد أفضل. كرة من بديع بلمسة 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 بلمسة، لكن راية مرفوعة بلمسة للأمام نحو بولي وبدر الدين بن عاشور. كان خروج صعيب شوية يعود لاستئناف المباراة، وما زال الخطورة للوداد من الطرف الأيمن، لكن الحكم مضطر لإيقاف المباراة لفسح المجال أمام مجال لإسعاف اللاعب المصاب من نادي اتحاد طنجة. كياني مصاب والحكم يتدخل وإيقاف اللعب مجددا مع انطلاق الجولة الثانية. ملعب جميل جدا. يتحول الفار، الحكم الفارق للتأكد مما حصل للاعب يقول بعد العودة للفار بالفعل بطاقة حمراء الأولى. يبحث عن الحلول، ممتازة جدا. طنجة تسديد من خارج منطقة الجزاء، تسديدة ممتازة جدا، تدخل لاعب اتحاد طنجة. يبدو الدولي حكيم زياش في أفضل حال بعد تعافيه من المرض الحادي إثر نزلة برد تلقاها قبل أيام. جاء ذلك من خلال ما قاله بوتير مدرب تشيلسي على موقع النادي حول وضعية الدولي المغري. يبدو الأمر جيدا بالنسبة لحكيم زياش، وهو بخير وفي وضعية جيدة بعد غيابه خلال الأيام الماضية جراء معاناته لنزلة برد حادة هي من منعته للحضور معنا. كما تدرب بشكل عادي وسيكون حاضرا خلال لقائنا القادم. يقصد مباراة اليوم أمام برينتفورد بميدان الأخير لتفاصيل الدورة 12 من البطولة الإنجليزية تلقاها قبل أيام. جاء ذلك من خلال ما قاله بوتير مدرب تشيلسي على موقع النادي حول وضعية الدولي المغري. يبدو الأمر جيدا بالنسبة لحكيم زياش، وهو بخير وفي وضعية جيدة بعد غيابه خلال الأيام الماضية جراء معاناته لنزلة برد حادة هي من منعته للحضور معنا. كما تدرب بشكل عادي وسيكون حاضرا خلال لقائنا القادم. يقصد مباراة اليوم أمام برينتفورد بميدان الأخير لتفاصيل الدورة 12 من البطولة الإنجليزية.